أشغال المنتدى الدولي للواحة والتنمية المستدامة بزاغورا تختتم بتقديم التقرير النهائي لمحاور النقاش والندوات العلمية والتي تركزت على السياسات العمومية والبدائل التضامنية لتعزيز الفلاحة العائلية بالواحة وتلاوة نداء زاغورا. تم تلاوة النداء ديال زاغورا واللي أيضا ركز فيه المشاركون حول الدور الذي تلعبه الزراعة العائلية في الواحات، ثم الدور الذي يجب أن يعاد لهذه الزراعة في منطقة الواحات من خلال تعزيز الدعم التقني في السياسة المادية أيضا في السياسة العمومية والمساهمة في يعني تسهيل الولوج إلى المعلومة ولا إلى الدعم التقني للتنظيمات وللفلاحين ول يعني الفاعلين في المجال الفلاحة العائلية خاصة المدن الروحية. منتدى زاغورا لتمحور حول فرص وتحديات الفلاحة العائلية في الواحات نظم في سياق إعلان منظمة الأمم المتحدة لهذه السنة سنة دولية للفلاحة العائلية، حيث ساهم في وضع إطار للنقاش حول استراتيجية ناجعة لتحقيق تنمية واعدة بالإقليم ورفع كل التحديات.